نرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم مجددا لهذه التغطية الخاصة لانتخابات السلطات المحلية العربية التي انطلقت اليوم في 7 صباحا، وتأتيكم في بث حي ومباشرة عبر قناة هلا وموقع بانت. في الاستوديو معنا انضم إلينا الناشط الاجتماعي المحامي زكريا غباري والكاتب والباحث والمحاضر جمال عيشان. أهلا ومرحبا بكما. مساء الخير. أنت قدمت من بعيد من جديد المكر، كيف لمست الأجواء حتى حين خروجك؟ والله الأجواء الصراحة يعني أنه هي بدك تعتبر أنه هاي الانتخابات هي انتخابات بشكل غير مما كانت في الماضي، خاصة يعني احنا اليوم نشوف ان الانتخابات هاي في الظل انه هي تأجلت من فترة لأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فالناخب كان في هناك في محاولة للترقب ماذا يحدث، هل بالفعل انه سوف تكون هناك انتخابات أم لا، أو يتم إذا كان هناك حرب تأجيلها وعدم إجراءها في حتى في 27 هذا الشهر اللي هو تاريخ اليوم. وأيضا هذه الانتخابات هي تمر يعني في ظل الحرب اللي هي موجودة اليوم، في ظل أيضا الوضع الاقتصادي اللي هو سيء جدا من ناحية المجتمع العربي، في ظل العنف المستمر والمستشري في مجتمعنا العربي. وأيضا هناك أيضا نقطة إضافية اللي هي إحنا يعني ممكن أنه نتجاهلها، اللي هي خيبة أمل من المواطن وثقته في السلطة المحلية، وهذا يعني أن يدل على نسبة خيبة أمل المواطن في السلطة المحلية. طبعا هذا المقصود. طبعا هذا يعني بنطينا كمان أنه يعني لماذا النسب لحتى الآن أنه هي نسب متدنية، لو أنه يعني في هناك أنه تشجيع وفي هناك اهتمام وفي يعني في فترات اللي كنا إحنا 90% أبو حسن في بعض الانتخابات الماضية، ولكن اليوم يعني انتخابات هي غير شكل. نعم، أنت قدمت من أم الفحم. أي نعم. ماذا لمست هناك، خصوصا أنك مرشح واحد، أو ماذا يحدث في أم الفحم؟ أم الفحم هناك طبعا مرشحين، الدكتور سمير والمحامي علي بركات. الأجواء في أم الفحم حتى ساعات الظهيرة تشبه أيام الإضرابات، لا يوجد هناك أي ظواهر بخلاف باقي الكرة والمدن، هناك حركة اكتظاظ كبيرة. أي نعم، ولكن بأم الفحم حتى الساعة الواحدة كانت النسبة جدا واطية، وحتى الساعة الثلاث بدأ التحرك نوعا ما بشيء خفيف. كما ذكرت أنه هناك كأيام الإضرابات الأجواء ملهاش، ضعيفة باختصار لعدة أسباب. أما المحلات التجارية كلها مفتوحة. المحلات التجارية الكل طبعا شغال، أما الأجواء ليس كما عشناها بالسابق لعدة أسباب كما ذكر زميلي هون، بسبب الأجواء الحرب، وأيضا هناك أسباب أخرى احنا متعودين عليها بشكل عام. الانتخابات إن كانت للبلديات أو للكنيسة بشكل عام دائما هناك في أموال تكون مقدمة للمكاتب وللسيارات وللأعلام وللموظفين وللي بيشتغلوا وللعائلات الضعيفة ومساعدات هنا وهناك، ولكن هاي الانتخابات طبعا الميزانيات كانت ضعيفة جدا، وهذا سبب مقنع لعدم ربما بخلاف بلدات أخرى. يعني ليش أخ زكريا، السلطات المحلية جاي مش جديد، تأخذ حسب عدد الأعضاء تمويل. الدكتور سمير إذا عنده 10 أعضاء بأخذ على 10 أعضاء. اليوم تقديري اليوم في بندينة زي أم الفحم العضو بأخذ حوالي 200 ألف شيكل، إلى حد ما ممكن يدير معركة انتخابية بشكل واضح، يعني مش إنه ما فيش. بالانتخابات السابقة كان هناك دعم خارجي، من دعم مادي خارجي من أجل دعم العائلات الفقيرة والمحتاجة من أجل كيف؟ خارج البلاد؟ لا من هنا. نعم دعونا الآن، وصلتنا الآن نسبة تصويت معطيات جديدة، وأعلى نسب التصويت في البلدات العربية خصوصا المجتمع العربي نركز. دير حنا مثلا وصلت النسبة إلى 65%، يركا وصلت إلى 63%،
في رخاصيم 61%. في المدن الكبرى مثلا بني براك هي في الطليعة نسبة بالنسبة للتصويت، هذا بالنسبة لحتى الساعة الخامسة. في عندك أشدود مثلا 31%، تل أبيب 28%، حيفا 26%، وبئر السبع 25%. إذا كما يبدو أنه نسبة دير حنا هي أكبر النسب في المجتمع العربي هي ويركا. لم تذكر القدس، القدس نسبة واطية جدا جدا ومخيفة هناك، يعني كان بالمجتمع المقدسي. طيب سنفحص النتائج في القدس وفي بني براك، لأنه بني براك كانت في الطليعة في البداية، سنعرف ماذا حدث هنا، ولكن النسب قليلة جدا. وأنت تقول في المجتمع العربي مدينة أم الفحم هي ربما تكون أقل، مع مجالس وادي عارة أنا بحكي، مش بس أم الفحم وأيضا مجالس وادي عارة، وهناك مجالس وادي عارة حتى إنها كلها عائلات، ولكن هناك ما زالت النسبة منخفضة جدا وتختلف تماما عن الانتخابات السابقة بنسبة عالية جدا، مش بنسبة يعني فرقية إشي خفيف، وإنما لماذا تذكر وادي عارة كله؟ يعني هل أم الفحم تنتخب لوحدها؟ هناك في مجلس طلعت عارة مثلا، هي مجلس طلعت عارة هن كلها أم كل القرى المجاورة لأم الفحم اللي مثل مصمص و مصمص وزلفي ومشيرفي، ايضا كلها يعني معروفه بالعائليه اكثر، يعني بيتفقوا هناك عائلات. ومقطع ومعاويه مثلا لمجلس ثاني، لمجلس ثاني. نعم. فمعروفه دائما الكره، معروفه دائما الكره بشكل عام تنتخب بتكون عائليه اكثر، ودائما بتكون حاميه، وبصبحوا من الصبح الكل مخلص، يعني نسبة عالية جدا. بهالانتخابات في سبب مقنع ليس في بلد واحد، وإنما نسبيا في كل المجتمع العربي بسبب ما إحنا ذكرنا إن هي وضع الحرب. ممكن أنا بدي أضيف، يعني دون أدنى شك أجواء الحرب اللي سارت من 4 أشهر من 7 أكتوبر لحد الآن طغت على المواطن العربي، بحيث إنه تأثر تأثر كبير جدا مما يجري في قطاع غزة، وخاصة أنه يوم يوم ليلة ليلة عمليا بشوف التلفزيون وبشاهد المناظر الكئيبة جدا عمليا اللي عمليا بتحبطه كليا. هذا ألقى بظلاله على الانتخابات المحلية. علما ذكر الأستاذ جمال أنه كمان الانتخابات مش قضية، الانتخابات تأجلت مرتين ثلاثة عمليا، وآخر مرة لما تقرر في انتخابات كان في توجه لباغات بطلب التأجيل للانتخابات. عمليا بقي أمام المرشحين أسبوعين من شان يعملوا يجددوا العملية الانتخابية ويعملوا قضية الدعاية. كثير من القرى إلا الملصقات الكبيرة جدا مرشحين الرئاسة خاصة عمليا اختفت من القرى تقريبا، فهذا الأمر أثر. إذا أنت ذكرت دير حنا، دير حنا أول شيء كونه فيه مرشحين اثنين، وللأسف الشديد يعني هناك الصراع احتكاك قوي جدا بين عائلتين. وايضا ما ننسى انه كان في قبل فتره وما زالت لجان الصلح تعمل في دير حنا، كان في 3 أحداث قتل متتاليه، كما يظهر انه اثرت على سير الانتخابات في البلد. احنا بشكل عام نتمنى فعلا على قرانا العربيه وعلى مدننا العربيه انه تجري الانتخابات في ظل في جو ديمقراطي، في مسؤولية تجاه البلد، مش بس تجاه سكان البلد، لأنه في نهاية الأمر إحنا البلد ده تنتخب رئيس وده تنتخب مجلس بلدي، وهذولا عمليين إذا ما أعجبوك فيك تغيرهم بعد 5 سنين، يعني هذا الوضع قائم موجود، فمفروض نصل لهذه المرحلة. أنا باعتقادي اليوم النسب اللي ذكرتها دون أدنى شك ستتغير مع اقتراب إغلاق الصناديق، بحيث أنه كثير مع أنه يوم عطلة مدفوع للموظفين، ولكن كثير من رجال الأعمال اللي بيشتغلوا وبيمارسوا عملهم عمليا بس يرجعوا للبلد بدين. نعم، لما ننضم إلينا أعزائي المشاهدين نذكر بالنسب التي وصلتنا للتو، تتحدث عن دير حنا التي وصلت إلى 65% ويركا 63%،
ايضا، ولكن المدن لم تتجاوز ال 35%، بني براك وكذلك اجدود وتل ابيب 28%، حيفا 26%، وبئر السبع 25%. لان اذا لاحظت زكريا اخباريه انه مدينه حيفا هناك مرشحون كثيرون لرئاسه البلديه. اي نعم، نتركهم هم نعم أقرب، هو اقرب هو اقرب. انا الصراحه يعني اول شيء يوم الانتخابات هو يوم عطله لجميع المواطنين، ويوم هو مدفوع. ولكن اذا احنا بناخذ النتائج ومن يعني بنحاول انه نحلل ايش الاسباب اللي هي في بلاد النسب اللي هي مرتفعه وفي بلاد اللي هي النسب اللي هي منخفضه جدا. وطبعا وين في هناك عائلات كبيره جدا اللي هي خائض الانتخابات بتشوف انه النسب مرتفعه جدا، وين ايضا في هناك مجتمعات اللي هي مجتمعات محافظه. خذ مثلا المتدينين، المتدينين هم نسب هم عمليا يعني مجتمع محافظ، مجرد انه في هناك تعليمات من رجال الدين انه الذهاب للانتخابات فعمليا النسبه الانتخابيه بتكون، وبالنسبه لهم انه هي يعني محط انظار كسلطة محلية اللي هي بتخدمهم أيضا، ليس فقط من ناحية من ناحية بلدية وأيضا من ناحية دينية. إذا في هناك علاقة بين الكنيسة وما بين السلطة المحلية. بالإضافة إلى المدينتين اللي ذكرتهم إنه هن تل أبيب وحيفا. طبعا تل أبيب وحيفا هم مدينة اللي هي مدينة سياحية، ومن هذا المنطلق يعني الناس لما تذكر تل أبيب تذكر يافا، لأن هناك نسبة كبيرة من المواطنين العرب هناك. طبعا لأنه هناك عندهم فرصة اللي هن بيقدروا أنه يزيدوا التمثيل تبعهم، وحرصا على أنه التأثير يبدأ أيضا من السلطة المحلية. وعشان هيك بتشوف أنه يافا يجب أن تكون طبعا من المفروض أن تكون النسبة عالية جدا، ولكن من ناحية تل أبيب ومن ناحية حيفا الجمهور هو ينتهز هذه الفرصة أنه يوم عطلة ويذهب إلى الاستجمام إلى المجمعات. إلى المجمعات، وفيما بعد عمليا أنه هذه النسبة المنخفضة سوف تزيد فيما بعد، لأنه بعد في عندنا حوالي 5 ساعات اللي هي ممكن أنه الأكبر نسبة بين التاسعة والعاشرة. طبعا هذا إشي طبيعي، إلا بين الخامسة للعاشرة إلا المواطن أو عمليا الناخب ينتهي من اليوم الراحة وعمليا يوم العمل برضو يذهب إلى اللي بيشتغل بالعمل، ولكن يوم راحة، ولكن بس بعد إذنك أبو حسن، بس في ملاحظة مهمة جدا. حسب رأيي أنا من ناحية الدعاية الانتخابية، صار في هناك قفزة نوعية للمرشحين، لأن المرشحين هم عمليا اللي هن غدروا إنه يتوجهوا إلى الناخب بطرق حديثة عن طريق الفيسبوك، عن طريق شبكات التواصل، وعمليا طرح مبادئهم ومشاريعهم وخبراتهم عن طريق الانترنت. ومن هذا المنطلق بتشوف انه فيش هناك عملية زيارات بيتية كثيرة اكثر من اللازم مما كانت في الماضي. فهنا رب ضارة النافعة، يعني صحيح انه كان في هناك تأجيل، ولكن هذا اعطى انه المرشح اللي هو كان ينافس هو استمر فترات طويلة، يعني ما انقطع عن الناس، ولكن كانت الناس في نوع من الهدوء اللي هو في انتظار ماذا يحدث فيما بعد. نعم، انا اريد ان اضيف يعني بجمله كمان. نعم تفضل. ما ننسى عمليه ذكرت تل أبيب او المنطقه اشكرك، لا يمكن نقدر ننسى انه تم تخوف من قضيه انه اطلاق صواريخ على هذه المدن بتم قائم، فالناخب عمليا بيكون متردد في قضيه الذهاب للعمليه الانتخابيه. ولكن بدي اشير لحيفا، أنا بتقديري الناخبين العرب في مدينة حيفا راح يرفعوا نسبة التصويت في مدينة حيفا، راح تكون أكثر من تل أبيب لاحقا، لأنه ما ننساش أنه حيفا كان في نائبة رئيس بلدية على مدار 5 سنوات عربية، واليوم في حيفا احنا كنا نود أن تكون قائمة واحدة، ولكن للأسف الشديد في 3 قوائم عربيات، العملين راح يضعف الصوت العربي، ولكن في نهاية راح يكون تمثيل مهم في هذه المدن أن يكون تمثيل للمواطنين العرب في المدن المختلطة. نقول حيفا، نقول عكا، نقول اليوم أصبحت أيضا نوفا جديد. هل نسبتهم مرضية مثلا في هذه البلدات؟ نسبة التصويت المواطن العرب يعني عضوية البلديات؟ أنا بتقديري إلى حد معين نعم، إلى حد معين
إذا بتأخذ مدينة حيفا كمدينة كبيرة ضخمة فيها عشرات آلاف الأصوات، إنه يكون تمثيل اليوم عضوين بلدية في مدينة زي حيفا عضوين أو ثلاث أعضاء بلدية، هذا منوفا قليل يوجد هناك. منوفا قليل في اثنين، في نائب رئيس بلدية، في حيفا نائب رئيس بلدية، في عكا نائب رئيس بلدية، في أربع خمس أعضاء بلدية في مدينة عكا، في الرملة كذلك أمر، في اللد كذلك الأمر، يعني عاملين في أصبح في هناك تحول من حيث الوحدة، أصبحت قضية شعار الوحدة في المدن المختلطة شعار مهم جدا، وعملين هذا الشعار أنجز تمثيل بلدي لائق للمواطنين العرب في هذه المدن. طبعا أنا من ناحية التوزيع السكاني اللي هو مثلا في المدن المختلطة، يعني وقت ما احنا بناخد انه نسبة مثلا زي عكا، عكا طبعا انه في الناخبين اليهود والناخبين العرب، ومن هذا المنطلق إذا نسبة الناخبين العرب هي أعلى من نسبة الناخبين اليهود، طبعا سيكون هناك تأثير مهم جدا وإيصال عدد أكبر من المرشحين إلى البلدية. ولكن أنا بدي أشوف، يعني أنت يعني حكيت أنه من ناحية البلاد، من قصدك أستاذي نسبة التصويت، نسبة التصويت طبعا إذا بتكون عند العرب أعلى من الوسط اليهودي في عكا أو في المدن المختلطة، سوف يرتفع التمثيل إلهم في من ناحية البلدية. ولكن أنا بشوف أنه اليوم من ناحية المجتمع العربي، من ناحية المجتمع العربي والمشاكل التي المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية يعني أدت، نحن نلاحظ هنا على الشاشة طبعا هنا هذه صور من مقر ومشاهد من مقر رئيس مجلس بلدية الكرم المحلي رفيق حلبي، وقبل ذلك عرضنا صور مشابهة من مقر رئيس المرشح أكرم حسون في دائرة الكرمل. إذن هنا الانتخابات في دائرة الكرمل لها نكهة خاصة كما يبدو، بخلاف باقي المجتمع العربي هنا الفرحة والبهجة تبدو على الجميع هناك. طبعا أنا بتصور إنه يعني شيء هذا شيء منيح يعني وإيجابي جدا إنه تكون هذه يعني هاي الأجواء في مدننا وقرانا العربية مهم جدا، لأنه في نهاية الأمر فعلا إحنا بعد أي عملية انتخابية مفروض إنه نحافظ على قضية النسيج الاجتماعي في كل بلد وبلد، لأنه في نهاية إنه البلد ده ترجع لوضعها الطبيعي لأفراحها مع بعضنا البعض، بدنا نعيش هذه الأجواء. فإذا بنشاهد في دائرة الكرمل يا ريت يكون في كل القرى والمدن العربية بهذا الشكل بهاي الأجواء الحلوة جدا، يعني فعلا كل مواطن عربي بيتمنى أن تكون في بلده. طبعا يعني هل دكتور جمال هل ممكن اعتبرها بروفا يعني لماذا سيحدث بينا؟ طبعا انا يعني بشد على الجو المرح والجو الفرح، ولكن سوف يكون هناك فائز وسوف يكون هناك خاسر، ولكن يعني لو دامت لغيرك ما وصلت لك مثل ما بقول شكل مثلا، لو دامت لغيرك ما وصلت لك، وهون عمليا يعني سوف ينجح إنسان اللي هو الفرز الانتخابي هو الذي يقرر من هو الرابح ومن هو الخاسر. ولكن أنا بشوف إنه اليوم يعني هذا الكرنفال اللي هو الديمقراطي له مقومات مستقبلية، فعلى كل إنسان اللي هو يمتلك حق الاقتراع أن يذهب إلى التصويت، وسوف يكون قديش نسبة التصويت بتكون مرتفعة عندنا أكثر وأكثر، يكون هناك تأثير لكل مرشح اللي هو فائز. يعني عمليا وقت ما أنا بيجي بقول إنه إنسان أنا مرشح أنا أخذت 5000 أو 10000 صوت، هدول 5000 أو 10000 صوت هن لهم وزن في داخل البلد، ولكن إحنا بدنا إنه كل الفئات إنه تكون جالسة على طاولة مستديرة، لأنه فيش واحد منهم بيقدر يقول إنه أنا ما بديش مصلحة البلد، وكلياتهم عمليا بنادوا إنه يكون في مصلحة البلد. مصلحة البلد تتطلب أن يكون هناك الوحدة. لم نسمع رأيك المحامي زكريا غبري في هذا الموضوع. موضوع أنه كان هناك كثير نداءات من المرشحين أنه بلاش، أنه منحاول قدر الإمكان أنه نخفف من هاي الكرنفالات والحفلات والمناسبات والزكوكيم والموجودة اللي احنا متعودين عليها بعد فرز الأصوات بعد الساعة 10 أو قبل. وفي هناك واضح
بالمجتمع العربي انه في تغيب لهي الفرحه والتحضيرات والاجتماعات والمؤتمر المهرجانات ما قبل الانتخابات، وهذا ادى طبعا انه لعدم تشجيع المواطن بالخروج الى التصويت. والامر الثاني كما ذكر الاستاذ كنعان انه موضوع تل ابيب النسبه واطيه بسبب هناك تخوف من الصواريخ، لا اعتقد انه هذا سبب مقنع، لانه تل ابيب بشكل عام او احنا كنا متوقعين انه نسبه التصويت بالاماكن اللي تضرب فيها الصواريخ انه تكون واطيه بسبب ضرب الصواريخ، ولكن لم نتفاجئ امبارح او اليوم باي صاروخ، ولذلك لا اعتقد انه الناس خافت من الصواريخ وانما بسبب ظروف الحرب، لانه هناك تم تاجيل الانتخابات في المناطق القريبه من الحدود. اي نعم، ولكن تل ابيب برضه تل ابيب جدود واشكلون هاي المناطق كلها في هناك انتخابات، ولكن الظروف هناك انه كل عائله في عندها جندي موجود هناك بغزه او قتل او مصاب او مخطوف او كذا، فلذلك الاجواء هناك ايضا عندهم ليس مش بس احنا اللي متضررين من الحرب، ولكن ايضا الشعب اليهودي متضرر من هذا. وصلتنا الان نسبه التصويت حتى الساعه الخامسه في عدد من البلدات العربيه، الطيبه هنا 29%، 29% ام الفحم 20، الطيره 33، جسر الزرقاء 42. أم الفحم 20 لحد هلا. أم الفحم 20%، أنت حسب ما قلته كثير لا. يعني الساعة 5. لحد الساعة 5. الساعة الخامسة. بهاي النسبة بالانتخابات السابقة الساعة 5، هو بعد الساعة 5 بشكل عام دائما العمال بيتم التصويت الجديد. بيتم التصويت بالضبط، وبيبدا مش بس هيك، مع الساعة 6 بيبدا هناك المسؤولين أو رجال الدين أو الشخصيات السياسية المعروفة بتبدا تلعب بشكل عام، متعودين على الوتر إلا يخلقوا لهم هناك مشكلة معينة اللي الكل يطلع، يعني هيك احنا متعودين بشكل عام. أنا سأتواصل مع فرج منصور مأمور انتخابات في باقة لأتأكد كم بلغت نسبة هناك في باقة. نعم، بتقديري إنه وين في كل بلد عدد قوائم العضوية هي عدد كبير بتشوف نسبة التصويت أعلى. ليش؟ لأنه قوائم العضوية هي قوائم خلينا نقول بمعظم فئوية عائلية حارتية إلى آخره، عمليا بيسعوا كل قائمة إن تطلع ناخبينها للصندوق. باللحظة اللي الناخب راح الصندوق يصوت فبدي يصوت عضوية ورئاسي بشكل حتمي. فبتقديري أنا نسبة التصويت في المجتمع العربي كانت تقديرات بشكل عام يقولوا ممكن تصل لحد بين 75-80%. أنا بعتقد في كثير من المدن والقرى العربية راح تصل لهذه النسبة، ولكن في ولكن الدكتور جمال زحالقة مع الزميل بسام جابر هنا كان في الاستوديو ذكر أنه ستصل إلى 70%، هل هو متفائل كثيرا؟ لا، أنا بتصور أنه ممكن تصل أكثر. إذا اليوم اللي بتصور ممكن تصل أكثر، قلت كمان مرة بغض النظر عن شو وجهة نظر الدكتور جمال زحالقة، قلت كمان مرة اليوم إذا بلد نقول في عندها 13 14 15 20 قائمة عضوية والمجلس البلدي 15، فبدي نزاحمه كل واحد يتصل ايش الاعضاء هم الذين بدها تصل انه يعبر نسبة الحاسم يتمثل في المجلس البلدي، مشان يقدر يتمثل بده يطلع اكبر عدد من كل جماعته من ناخبينه. كان الثقب انه في كل قائمة بتلاقي عملية، مش بس يعني في حارة اللي فيها عائلات، في بطون، في كذا، كله له دور. الأمر الآخر مرشحي الرئاسي خاصة إذا كانوا من عائلات كبيرة بدهم يجندوا كل العائلة تطلع مشان يقدر يحسم فأنا متفائل إن نسبة التصويت راح تعلى، ولكن مش كما تعودنا عليها في الماضي، راح يكون الوضع أقل. الحد كديش يعني؟ الأجواء الحديد كديش؟ أذكر رقم. أنا قلت 75. سنذكره غدا. قلت بتقديري 75-80%. 75-80%. في المية راح تصل مع إغلاق الصناديق. دكتور جمال عيشان. أنا طبعاً يعني نفس النسبة اللي بحكي عنها أبو حسن، ولكن أنا بقول يعني إحنا لازم نحلل إنه هدول 25% اللي هني ما نزلوش صوتوا ليش؟ يعني بصورة عامة في هناك بعض الأحيان اللامبالاة للمواطن. لماذا؟ لأنه عمليا بقولك أنه أي رئيس بده يجي إذا ما في إلى مصلحة ليش تنقى أروح أصوت؟
واضح يعني الضريبه سادفعها، ضريبه سادفعها. يعني هنا عمليا المصلحه، في هناك مصالح وفي هناك مصالح عمليا ضيقه وفي مصالح واسعه. ومن هذا المنطلق يعني اليوم حتى رئيس المجلس، حتى رئيس المجلس يعني هو ما بيقدر انه يعمل ايش بده كيف بده وحسب الوعودات اللي هو وعدها في الانتخابات. يعني الناس بتعرف انه يعني وعودات الانتخابات سوف يعني ايش ما بده. ذكرت هون هل هي هيمنه من شخصيته على المجلس ام هناك ظروف يعني خارجيه تؤثر على عمله؟ يعني بالضبط هذا المقصود، انه اليوم عمليا رئيس المجلس بده يوعد، بده يوعد على وظيفه معينه عشرات الاشخاص، وطبعا الوعودات الانتخابيه هي وعودات اللي هي يعني لا يوجد لها سقف معين، وإنما وعودات مما هب ودب. ولكن الناخب من يعني عبر التاريخ وعبر التجربة يقول بأن وعودات الانتخابات سوف يعني تذوب فيما بعد. ومن هذا المنطلق بقول لك إنه ليش أنا أتعب حالي وإنه أنا أطلع أروح أصوت. ولكن أنا بشوف يعني اليوم قديش النسبة كلية بالآخر عشان أنا 75% خلاص 77% يعني اسمع هنا نسب تصويت جديدة حتى الساعة الخامسة من إكسال 44%، الناصرة 21%، كفر قرع 45%، باكر غربية 33%. يعني في هناك طبعا احنا اذا كمان في هناك بلاد يعني اللي هي سلمت الامور لانه لا يوجد هناك منافسين اقوياء ضد مرشح معين. ومن هذا المنطلق يعني النتيجه هي مضمونه. يعني زي وقت ما بحب يروح بيلعب مثلا بدرجه عاليه جدا ومع درجه كذا وكذا، يعني معروف النتيجه ايش ممكن تكون. فمن هذا المنطلق بنشوف انه في عندنا هناك تجمعات سكانيه عمليا، خذ مثلا في النقب سوف تكون هناك النسب عالية جدا. لماذا؟ فعلا وصلتنا هناك القبلية والعائلية وكل التيارات اللي هي اجتماعية والعلاقات الاجتماعية سوف ترفع من نسبة الانتخابات. ولكن مشكلتنا احنا اللي هي مشكلة اجتماعية، مشكلة العنف اللي احنا بنعاني منه عمليا. الناخب والمنتخب في هاي الحالة عمليا بيعمل حسابات انه ماذا بعد الانتخابات، ليس فقط من يوم الانتخابات. بس لنهاية الامر استاذ جمال، السلطة المحلية، انتخابات السلطة المحلية هي مسؤولية. نعم. قبل أن ننتقل إلى زميل آخر هنا النسب، أريد التذكير لمن انضم إلينا، دير حنا كنا خمس حتى الساعة الخامسة مساء 65%، يركا 63%، أيضا في المدن الكبيرة أشدود 31%، تل أبيب يافا 28%، حيفا 26%، بئر السبع 25%، في البلدات العربية الطيبة 29%، ومن فحم 20%، الطيرة 33%، جس الزرقاء 42%، أيضا وصلنا من إكسال 44%، الناصرة 21%، وكفر قرع 45%، وباقة الغربية 33%. أعزائي المشاهدين ينضموا إلينا الآن ببث حي ومباشرة من رهط الزميل حسين العبرة، هو الناشط السياسي. حسين العبرة الناشط السياسي، مساء الخير حسين العبرة. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وكل أبناء شعبنا أينما وجدوا. أريد أن أسألك عن الأجواء الانتخابية عندكم في رهط. الأجواء الانتخابية كويسة بالمرة، لحد لقيت الحمد لله كلها سلام وأخوة وأصدقاء، ما في أي مشكلة الحمد لله لحد لقيت. طبعا نريد أن نأخذ فكرة عن المرشحين في رهط، كيف تسير الانتخابات عندكم؟ هل هناك إقبال شديد مثل ما يحدث في كل مناسبة في رهط والبلدات المجاورة؟ لحد لقيت محتمل 50% في حوالي أو أكثر شوية، والمرشحين هم ثلاثة، طلال القرناوي وعطاء أبو مديغم ومنير الهزيل للرئاسة، والعضوية في حوالي 15 قائمة للعضوية. إذن ما هي طلبات الناخبين في رهط اليوم؟ على ماذا تتوقعون من الرئيس القادم؟ نتوقع من الرئيس القادم أي رئيس كان يعني أنه يحافظ على الشباب، على السياسة، على الناحية الاجتماعية، يكون في عنده برنامج كويس، برنامج سياسي اقتصادي تربوي
تعليمي، صحي، ثقافة، اجتماعي، هذا كل اللي احنا بنتمناه من كل أي رئيس ينتخب في البلد هنا أنتي. طيب الآن حوالي الساعة السادسة الآن، كيف تبدو الصورة عندكم؟ هل هناك إقبال شديد سيتم في الساعات المتبقية؟ لحد لقيت ان شاء الله كويس، في يعني استقبال، اما في هبوط شويه، مش يعني اما الحمد لله لحد لقيت في ما يقارب 50 او زياده عن 50%، وبنتامل انه لقيت الكل روح من الشغل والكل يروح ويصوت، وبنوجه نداء لكل اهالي راهط، كل واحد يطلع ويصوت وينتخب، ما بهم ينتخب اللي هو بده اياه. إذا النسبة وصلت مثل ما وصلنا هنا في الاستوديو، النسبة في رهط 43%، هل إلى أي رقم أنت تتأمل أن تصل نسبة التصويت عندكم؟ أنا بتأمل أنه يصل من 70 حتى 80% يصلوا في رهط نسبة الانتخابات التصويت. 80%، هل هذا عادة يتم ذلك أم أكثر من 80%؟ هكذا دائما زي كذا، انت بين 80 ل 90، لانه بتعرف الانتخابات موجوده في هنا في النقب وفي كل الوسط العربي، مبنيه على اساس عائلي وقبائلي، ففي يوجد قائمه واحده في رهط اللي غير عائليه وغير قبائليه، هي قائمه الوحده اللي هي دال، هي الوحيده اللي مش عائليه ولا قبائليه. هكذا نتمنى من الجميع حتى من الرؤساء المرشحين اي واحد منهم يكون ينجح، فان شاء الله يكون مش على اساس عائلي ولا قبائلي، على اساس مصلحه البلد، مصلحه الجماهير العربيه، مصلحه ابناء شعبنا، في مصلحه كل اهل النقب والجليل والمثلث. شكرا لك حسين العبره الناشط السياسي، كنت معنا من مدينه رهط في الجنوب، شكرا. لا شكرا على واجب. اعزائي المشاهدين، نتوقف الان مع فاصل ثم نعود ونتابع هذه الموجه المفتوحه من قناة هلا لتغطية أحداث وأخبار الانتخابات للسلطات المحلية التي تجري اليوم في المجتمع العربي، كونوا معنا.